طلاب الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سيكون درسنا التعامل مع النوافذ. سنتعرف في هذا الدرس على مفهوم النافذة والمكونات الرئيسية للنافذة ونجري بعض العمليات على النوافذ. أولاً، ما المقصود بالنافذة؟ هي صندوق أو إطار يظهر على الشاشة يحتوي على عناصر عدة مثل الأيقونات والملفات والمجلدات. ما هي المكونات الرئيسية للنافذة؟ عندي هون هذه تسمى نافذة، أي ملف بفتح أو برنامج. أنا فاتحة هون أيقونة الكمبيوتر، هاي نافذة أيقونة الكمبيوتر. على ماذا تحتوي أو ما هي مكونات النافذة؟ أولاً شريط العنوان، هذا هنا شريط العنوان، وشريط القوائم، وشريط الأدوات، وجزء التنقل، وأخيراً شريط المعلومات. أولاً نبدأ بشريط العنوان، يحتوي على اسم النافذة وأيقونتها وأزرار التحكم بالنافذة. يعني أنا لو عندي هلأ ملف فتحته رح تطلع اسم النافذة عندي فوق، ورح يطلع عندي أزرار التحكم في النافذة. هدول عندي أزرار التحكم بالنافذة، إن أغلقها، أكبرها، أصغرها، وهكذا. اثنين، شريط القوائم، على ماذا يحتوي؟ يحتوي على القوائم الرئيسية في نظام ويندوز، مثل ملف وتحرير وعرض وأدوات وتعليمات. ثلاث، شريط الأدوات، يحتوي مجموعة من الأدوات فلا نحتاج للبحث عنها في شريط القوائم. فمثلا إذا بدي أعمل إزالة أو تثبيت البرامج، بدل ما أروح على تحرير أو أدوات مباشرة من صندوق من شريط الأدوات، بختار اللي بدي إياه بطريقة أسرع. أربعة، جزء التنقل، هذا الجزء هنا جزء التنقل، على ماذا يحتوي أو ماذا يمكننا أن نفعل من خلاله؟ يمكننا من خلاله تنفيذ بعض المهام أو الانتقال إلى مواضيع أخرى تتعلق بالنافذة المفتوحة. يعني أنا عندي هون مجموعة ملفات، أنا حالياً على أيقونة الكمبيوتر، من خلال جزء التنقل بقدر أروح على سطح المكتب أو على الداونلود التنزيلات أو على ملفات الصور والفيديوهات وغيرها. خمسة، شريط المعلومات، يحتوي يوجد في الشريط السفلي للنافذة يعرض معلومات تتعلق بالنافذة المفتوحة، يحتوي بعض المعلومات عن النافذة. فمثلا هنا عن أيقونة الكمبيوتر حط لي شو قديش حجم الذاكرة، قديش مثلا لو عندي مثلا أنا فولدر فيه صور، بيطلع لي هون بشريط المعلومات مثلا عدد الملفات الموجودين عندي بهذا الملف. الآن سنتعرف على العمليات التي يمكن تنفيذها على النوافذ. أولاً فتح النافذة، اثنين إغلاق النافذة، تكبير النافذة إلى الحد الأقصى، تصغير النافذة إلى الحد الأدنى، تغيير حجم النافذة ونقل النافذة، وأخيراً ترتيب النوافذ على سطح المكتب. أولاً فتح النافذة وإغلاق النافذة، يمكن فتح نافذة على سطح المكتب بطرق عدة، منها النقر المزدوج على الأيقونة الخاصة بها والموجودة على سطح المكتب. اثنين، إغلاق النافذة، يمكن إغلاق النافذة بطرق عدة، منها النقر على زر الإغلاق الموجود في شريط العنوان. خلينا نطبقهم. لو رجعت أنا على سطح المكتب وبدي أفتح مثلا الملفات، النافذة هون، بنقر مرتين متتاليتين اللي هي النقر المزدوج، تفتح عندي النافذة. وتعرفنا قبل شوي على مكونات النافذة، حكينا عندي هون شريط العنوان بيظهر اسم الملف أو النافذة اللي عندي مع الأيقونة مع أزرار التحكم بالنافذة، وحكينا هون جزء التنقل، وهون عندي الملفات، وهون شريط المعلومات، وهاي هون عندي شريط الأدوات. هلأ مثلا أنا فتحت النافذة، حكينا بالنقر المزدوج، كيفية إغلاق النافذة عن طريق أزرار التحكم. في عندي هون هذا الزر الأحمر بغلق النافذة. نرجع للدرس. ثالث عملية يمكن القيام بها على النوافذ، تكبير النافذة إلى الحد الأقصى، وأربعة تصغير النافذة إلى الحد الأدنى. ما المقصود بتكبير النافذة إلى الحد الأقصى؟ هو عند فتح النافذة يمكن رؤية جزء من سطح المكتب خلفها، لأن إطار النافذة لا يغطي سطح المكتب كاملاً، وفي بعض الأحيان نكون بحاجة إلى تكبير النافذة لتغطي سطح المكتب، ويمكن عمل ذلك بالنقر على زر التكبير اللي هم موجودين في أدوات التحكم بالنافذة بشريط العنوان.
تصغير النافذة إلى الحد الأدنى. لتصغير النافذة أي إخفائها عن سطح المكتب، يتم النقر على زر التصغير اللي زي إشارة الناقص الموجود في الجزء الأيسر العلوي من النافذة، ويلاحظ اختفاء النافذة من سطح المكتب مع بقاء الأيقونة الخاصة بها الموجودة في شريط المهام. هلا عندي هون شريط المهام، لما أنا أصغر النافذة بتنزل عندي في شريط المهام، والإعادة استخدام النافذة من جديد يتم النقر على الأيقونة الخاصة بها في شريط المهام. خلينا نطبقها. بعد ما أنا بدي أرجع أفتح نافذة، شايفين كيف جزء من سطح المكتب خلف النافذة ببين، بدي أكبرها للحد الأقصى. عندي هذا هون بنسميه تكبير النافذة على شكل مربع أو مستطيل، بضغط عليه فبتصير عندي النافذة بالحد الأقصى. بينما تصغير النافذة إلى الحد الأدنى، شايفين اللي على شكل الناقص أو الشرطة السفلية مينيمايز، بضغط عليها بتختفي النافذة، بتنزل وين عندي بشريط المهام، وبتيجي عندي ضمن مجموعة من نفس نوع الملف، بضغط عليها وبرجع أفتحه مرة ثانية. الآن هنا لدينا ملاحظة، عند تصغير النافذة إلى الحد الأدنى فإن الأيقونة الخاصة بالنافذة تكون في شريط المهام ضمن مجموعة خاصة بها، مش يعني لما يكون عندي أنا مثلا 4 أو 5 ملفات للوورد ما رح يخلي لي إياهم على شريط المهام كلهم 1 2 3 كلهم وورد وورد وورد، لا، بيعمل مجموعة مثل هذا الملف أو للباوربوينت مثلا، بعملهم ضمن مجموعة كذا ملف، لما أضغط عليه بيطلع لي إياهم، بختار الملف اللي بدي إياه. الآن تغيير حجم النافذة. لتغيير حجم النافذة بتكبيرها دون الحد الأقصى أو تصغيرها فوق الحد الأدنى، اتبع الخطوات الآتية: حرك المؤشر الفأرة إلى أحد حدود النافذة أو زواياها، ولاحظ تغير شكل المؤشر إلى سهم برأسين. هون عندي سؤال مثلا بحكي لك عند تغيير حجم النافذة يتغير شكل المؤشر إلى، تحكي لي سهم برأسين، وذلك حسب الحد المراد تغيير حجم النافذة باتجاهه. انقر باستمرار وحرك مؤشر الفأرة بالاتجاه المراد لتوسيع النافذة أو تضييقها، ولاحظ تغير حجم النافذة. أفلت زر الفأرة عندما تصبح النافذة بالحجم المطلوب. في بعض الحالات عندما نحاول تصغير حجم النافذة ولا نستطيع تغيير حدودها، ذلك يعني أن النافذة في أصغر حجم لها. الآن عدنا إلى سطح المكتب وقمنا بفتح النافذة، خلينا نصغرها شوي لحتى أورجيكم كيف بنغير حجم النافذة. هلأ عندي هون لو أجيت على أحد حدود النافذة من هون أو من الأسفل أو من اليمين أو اليسار، بتغير شكل المؤشر إلى سهم برأسين، شايفين كيف؟ أو حتى من الزاوية، هيك صار عندي من الزاوية. لو بدي أغير على عرضها، شايفين هيك أنا بغير على عرض النافذة، وهون على طولها بغير، أو بغير باتجاهين من الزاوية مثل هيك. هلأ ممكن أنا أصغرها لحد معين وتبطل بعد هيك، يعني أنا خلص بعد هيك ما عم تتصغر، ليش؟ لأنه هذا الحد الأدنى أو أصغر إشي ممكن إنها تتضيق النافذة لعنده. ننتقل للي بعديها. 6. نقل النافذة. عند فتح الأيقونة معينة أو برنامج ما، تظهر النافذة في مكان معين على سطح المكتب، ولكن قد نحتاج إلى رؤية محتويات سطح المكتب خلف النافذة دون إغلاقها، ويمكن ذلك بنقل النافذة من مكانها التي ظهرت فيه وتحريكها إلى مكان آخر على سطح المكتب. أو كيف الطريقة؟ ضع المؤشر الفأرة على شريط العنوان، شريط عنوان النافذة، انقر زر الفأرة باستمرار مع التحريك لنقل النافذة إلى المكان المطلوب، وأفلت زر الفأرة. منروح على الشاشة الرئيسية سطح المكتب، بدي أرجع أفتح الأيقونة، بس بدي أرجع أرجعها مثل ما كانت وأجي أغطيها. أنا هلأ ما بدي إياها تضلها بهذا المكان، هلأ الهدف من النقل إني أغير مكانها. مثلا أنا عندي ملف خلف هاي النافذة، كيف بدي أنقلها؟ باجي على شريط العنوان، هذا بنسميه شريط العنوان، بنقر وبضل كابسة على زر الفأرة الأيسر مع الاستمرار في التحرك، بنقلها وين ما بدي بالشاشة، بدي إياها هون، بدي إياها لفوق، بس أحدد المكان اللي بدي إياه، بفلت زر الفأرة وهكذا، هي نقلتها هون، رجعت نقلتها هون وهكذا. الآن ترتيب النوافذ. خلينا هون نتذكر إنه إحنا أخذنا ترتيب الأيقونات وفي ترتيب النوافذ.
ترتيب الأيقونات بيكون حسب الاسم أو الحجم أو نوع العنصر أو تاريخ التعديل للأيقونات اللي هم اللي شكلهم أشكال على سطح المكتب، بينما ترتيب النوافذ هي تتالي النوافذ أو إظهار النوافذ بشكل مكدس أو إظهار النوافذ جنباً إلى جنب. أولاً، ترتيب النوافذ على سطح المكتب يكون بتتالي النوافذ، حيث يتم ترتيب النوافذ قطرياً فوق بعضها بأسفل الشاشة باتجاه أسفل الشاشة بشكل قطري. شايفين أنا عندي هون ثلاث نوافذ، لما كبست على ترتيب النوافذ ترتبت بهذا الشكل، بنسميه تتالي النوافذ. ثاني إشي، إظهار النوافذ بشكل مكدس، حيث يتم ترتيب النوافذ أفقياً تحت بعضها البعض، هي نافذة وهي نافذة وهي نافذة. جيم، إظهار النوافذ جنباً إلى جنب، حيث يتم ترتيب النوافذ عمودياً هناك أفقياً اللي قبلها. شايفين عندي ثلاث نوافذ. طريقة ترتيب النوافذ، تأكد من وجود نافذتين أو أكثر مفتوحتين على سطح المكتب، هاي مهمة، لازم يكون عندي نافذتين أو أكثر مفتوحين على سطح المكتب. انقر بزر الفأر الأيمن في مكان فارغ على شريط المهام، شريط المهام موجود أسفل سطح المكتب، ولاحظ ظهور قائمة كهذه. اختر الشكل المراد الترتيب فيه، مثلا بدي اياه تتالي أو بشكل مكدس أو جنبا إلى جنب. خلينا نرجع على سطح المكتب، وبدي أنا أفتح هاي أيقونة، وبدي أفتح كمان نافذة، هاي بدي أحطهم بشكل عشوائي، وهي كمان نافذة. أنا فتحت ثلاث نوافذ، بدي أرتبهم، باجي على شريط المهام، بضغط كبسة يمين عليه، وبختار كاسكيد اللي هي التتالي، ويندو ستيك اللي هي بتكون مكدس، أو سايد باي سايد اللي هي جنبا إلى جنب. بدي مثلا التتالي، شايفين كيف رتبهم متتاليات ورا بعض، أو بدي أرجع أغير على بشكل مكدس، شايفينهم صاروا بالعرض فوق بعضهم البعض، أو بدي أعملها سايد باي سايد فبصيروا هيك ثلاث جنب بعض. لو أغلقت واحدة فيهم رح يضل محافظ على الترتيب. الآن عندما تظهر أوامر ترتيب النوافذ بلون باهت، هذا يعني أن النوافذ المفتوحة جميعها مصغرة على شريط المهام، أو أنه لا يوجد نوافذ مفتوحة. يعني أنا لو رجعت على شريط، رجعت على سطح المكتب ما عندي نافذة مفتوحة، بس موجودات مصغرات بشريط المهام، وأجيت بدي أرتبهم، شوفوا كيف صار لونهم باهت. ليش؟ لأنه أنا مش مفعلهم، لازم يكونوا موجودين عندي على سطح المكتب لحتى أقدر أرتبهم. انتهى الدرس، يعطيكم العافية.